واليوم مساهمين كمجموعة ديال المدارس وطنية عارضة هنايا في هذا الفوروم هذا من أجل أننا نقربوا للتلاميذ اللي مقبلين على أنهم ينهيوا السنة الثانوية ديالهم اللي هي البكالوريا أو الدوزيام اني بكالوريا من أجل الاختيار والشرح البيداغوجي ديال مجموعة ديال المستويات من الدراسة مور الباك. مؤسسة دبي للسياحة والطيران هي مؤسسة تابعة للتكوين المهني كتشتغل على خمسة ديال الشعب، الشعبة ديال مضيفي ومضيفات الطيران، الشعبة الثانية هي الاستقبال الفندقي، شعبة الطبخ، شعبة المساعد في الطبخ، وغادي نزيدوا إن شاء الله هذا العام شعبة ديال الباتيسري. بالنسبة لمؤسسة دبي للسياحة والطيران التمييز اللي كتمتاز به هو أن لديها مجموعة ديال الشراكات مع مجموعة ديال المكاتب ديال التشغيل. بالنسبه لي ستاجير اللي كيقراو عندنا ما كيجيو فين ينهيو الدراسه ديالهم، حتى كنجيبو لهم مجموعه ديال 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 الفرص ديال الشغل اما داخل الوطن او بالنسبه لنا الشراكه اللي عندنا في دول الخليج بعقود عمل قانونيه كتوفر على مجموعه ديال الشروط اللي يشتغل فيها هذا التلميذ او هذا المتدرب في ظروف لديها كرامه، والمؤسسة تطمح أنها توصل لواحد العدد داخل مدينة مكناس لأنها تتميز هي الأولى بالنسبة لعدد ديال التسجيلات داخل المدينة، وبالتالي كتمتاز بالجدية والمسؤولية بالنسبة ديال الدراسة. وتسناو الجديد في نهاية هذه السنة هذه بالنسبة لمؤسسة دبي للسياحة والطيران. Our institute DIAT offers 2 years of training. We have 2 training concerning our institute, one at Marrakech Airport. We get our certificate from the airport that qualifies us more and give us more bonuses. For our second training, it takes place at Tangier Airport. It gives us also a certificate that gives us more advantages to be more qualified in future interviews with the international companies, not only here in Morocco. Any other training we do in our institute or at the airport, it makes us more confident and knowledgeable for future interviews. Thank you. انا فرحانه حيت انا كنقرا فهاد ليكول، حيت ليكول ديالنا فيها 2 زون ديال الفورماسيون عندها بزاف ديال لي زافونتاج على لي زيكول الاخرين. كنخرجوا ستاج في العام الاول وستاج في العام الثاني. قبل ما كنخرجوا في ستاج ليكول ديالنا عندها واحد لافونتاج اخر، انها كتخرجنا دي فيزيت لي زيغوبور ديال المغرب كامل، مراكش ايغوبور ديال رابه ديال فاس ديال مراكش. دونك فين كنخرجوا ديك دي فيزيت اللي كنمشيو ليها ما كنلقاوش مشكل فين كنمشيو كندوزو ستاج ديالنا، كتكون عندنا واحد الفاسيليتي اننا كنعرفوا لي بوست كاملين اللي كاينين في ليغوبور. الحاجه اللي كتمكننا اننا نكونوا دي كابين كرو ودي ستيوارد، وكنكونوا في المجال ديال السياحه وديال الطيران، يعني كنكونوا متمكنين ما كنلقاوش مشكله فين كنمشيو كندوزو لي زونتروتيان. I'm a sophomore in DIAT. I get my trainer in Marrakech Airport last year, and I will get another trainer. It helped me to become confident and professional. During this year, I learned a lot of things such as punctuality and responsibility. And I'm studying maritime and aeronautics, like service and safety and security on board and duty free. And I study Spanish and English and French and first aid. And I'm able to work as cabin crew. J'ai 2 ans de formation, 2 stages par année à l'aéroport Ménara Marrakech, le deuxième pour Tanger. Donc soyez le bienvenu chez nous. On étudie 5 matières, espagnol, anglais, français, maritime et aéronautique. Merci. Welcome to DIAT as a cabin crew. Bienvenue à DIAT. Welcome to DIAT. Welcome to